تيمة بعزية، عندي ما يفيد بأنك مؤخرا وقع واحد مشكل عائلي كبير بسبب جواد قنانة. من بعد راجلك أو طليقك دار الفيديو واتهمك بواحد مجموعة من التهم. هاتي ما باش ما ندخلوش في شي حاجة وتنوض تنوض الغبرة. كثروا المشاكل، يعني أي عائلة كيكون فيها مشكل، لما كانش من هذا كيكون من هذا من هذا من هذا. الخدمة ما عطيهاش لداري، هذا راجلي وليداتي، هذا هو كان سبب المشكل. ولكن الخيانة وداك الشيء إلا أنتم رديتوا البال لدوك لي زانترفيو اللي دار، انا ما كنقولش كتخونني ولا كدير شي حاجه ما فيهاش هذا الشيء. وعلى فكره التصاور اللي كان هاز هذوك التصاور ديال العرس ديالنا، التصاور ديال العائله، هو كيقول كاين فيديوهات وصور، لا صور، الصور اللي كان هاز في جهه التصاور ديال العرس، حيت هادشي راه تناقشنا عليه من بعد. وداك الشيء هاز التصاور ديال العرس، فيديوهات ما قال لي انا راه غير كنبغيت غير نعصبك باش انا نتعصب. الله يسامح، انا مسامحه ليه، انا كنقولها ليه من هذا المنبر، انا مسامحه ليك، مسامحه ليك دنيا واخره على وجه محمد مراد اللي هو الابن ديالك اللي هو ولدنا بزوج. ما عمرني غنعقرك كيف ما عمرني عقرته وانا مرته مرات لاق، ما عمرني غنعقره حيت كيبقى الاب ديال ولدي. لمشاهدة برامج قناة تيليماروك تابعونا على فيسبوك وإنستغرام، واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد.